اما بالنسبه بقى لحاله الطقس المتوقع خلال الايام القليله القادمه، فمعانا على التليفون الدكتوره منار غانم من الهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتوره صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي من جديد في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. قلنا نشيك مع حضرتك يا دكتوره ليكون في اي مستجدات بعد اخر مكالمه حصلت ما بيننا، في اي توقعات مثلا استجدت فيما يتعلق بحاله الطقس المتوقعه الايام اللي جايه ان شاء الله. هو طبعا احنا اليوم وغدا مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره ما بين 26 وال 25 درجه مئويه على القاهره الكبرى، يعني الاجواء ما بين الاجواء المعتدله لفتره النهار الى المائله للحراره فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه، لكن المناطق الجنوبيه الاجواء بتكون عليها حر. المناطق الجنوبيه طبعا زي جنوب الصعيد ده طبعا خلال فترات النهار، خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء طبعا بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، في فرق كبير بين فترة النهار وفترة صحيح. الليل بيوصل لعشرة واثناشر درجة مئوية، فناخد بالنا جدا من فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة. أيضا هيستمر معنا تكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. مع يوم الاربعاء ان شاء الله تحديدا نحس بيه اكثر من يوم الخميس، هيحصل انخفاض يكون ملحوظ في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، لان مع انخفاض درجات الحراره هيكون في نشاط للرياح، وكمان مع نشاط الرياح فرص الامطار هتبقى واضحه بشكل كبير جدا على المناطق الساحليه. حضرتك بتقولي الكلام ده يوم الخميس ولا الجمعه ان شاء الله؟ لا ان شاء الله من يوم الخميس، من يوم الخميس في امطار على السواحل الشماليه محافظات شمال الوجه البحري، كمان بعض المناطق من حلايب وشلاتين، مع الامطار هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحراره، وكمان في نشاط رياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. والانخفاض ده مطول معانا يا دكتوره ولا برضو لايام وترجع الدنيا تستقر بعديها؟ يعني هو انخفاض درجات الحراره ان شاء الله خميس جمعه سبت، مع يوم الاحد تبدا ثاني درجات الحراره تعود ب يعني نقدر نقول حول المعدلات او اعلى من المعدلات درجه او درجتين، يعني احنا بنتكلم في 22 23 درجه مئويه على القاهره الكبرى، ترجع ثاني من يوم الاحد تعود ثاني ل 24 وال 25 درجه مئويه. طب امتى هندخل في الخمستاشرات والستاشرات والارقام دي؟ لا ده لسه بدري جدا، احنا لسه فصل الخريف، طبعا بدايه رسميه لفصل الشتاء 21 ديسمبر، فاحنا في شهر ديسمبر درجات الحراره بتبدا تنخفض، وخاصه المعدلات الشهريه بتبدا تنخفض، لكن بتنخفض دي ال 22 ال 23، لكن ال 15ات وال 16ات ده تقريبا بيكون في شهر واحد وشهر اثنين الانخفاض بقى والاجواء الشتويه. طبعا هو طبعا حضرتك بحكم التخصص بطبيعه الحال فانت عارفه كل الامور المتعلقه بحاله الطقس ودرجات الحراره والانخفاض والارتفاع، لكن المواطن العادي اللي زي حالاتي بقى في لبس حاصل يا دكتوره منار، تحسي وكان الفصول دخلت في بعض، وكان معظم شهور السنه اميل للحر عن البرد. احنا في الوقت ده من السنه من سنين فاتت كنا لابسين لبس شتوي صريح، ففي تغيرات الحقيقه كبيره استجدت. هي بالفعل في تغيرات مناخيه، ويمكن كمان احنا كنا متعودين زمان وكلنا متعودين على الوصف المناخي لمصر، حر جاي حر جاف طيب طبعا ممطر شتاء، الوصف ده كنا متعودين عليه زمان. صحيح الوصف ده بيتغير دلوقتي، بقينا نحس بالارتفاعات الشديده بدرجات الحراره، فصل الشتاء بقى فيه بروده بدانا نحس بيها، يمكن احنا كمان العام الماضي حسينا ببروده كبيره جدا في فصل الشتاء، انخفضت درجات الحراره ووصلت ل 11 درجه مئويه على القاهره الكبرى، وطول مده التبريد او التسخين دي حاجه كمان بتخلينا نحس اكثر بالفصول. غير كمان ان الفصول الانتقاليه زي فصل الخريف فصل الربيع بياخدوا من السمات القبليه والبعديه للفصول، يعني فصل الخريف النص الاول من الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف، النص الثاني من الخريف بياخد بعض سمات فصل الشتاء، لكن بالفعل هي درجات الحراره خلال هذه الايام تعتبر حول المعدلات، بعض الايام بتبقى اعلى من معدلات درجه درجتين، بعض الايام بتبقى حول المعدلات، لكن بالفعل احنا بنلاحظ ارتفاعات في درجات الحراره، وده على المستوى العام، يمكن احنا كنا بنتكلم بسبب التغيرات المناخيه او من ضمن النتائج عن التغيرات المناخيه وارتفاع كبير في درجه حراره سطح الارض، ارتفاع درجه ونص للغلاف الجوي كله. بس نقدر نقول انه بشكل عام الحمد لله رب العالمين ان برضه ما زالت الهويه الجويه انجاز التعبير في مصر الى حد بعيد زي ما هي. احنا برضه يعني عندنا في الوقت اللي العالم كله بيعاني من الصقيع والبرد القارس يجوا عندنا يشوفوا الدنيا عامله ازاي في الاقصر واسوان وحتى في شواطئ البحر الاحمر غردقه وشرم الشيخ، يعني عندنا مميزات المفروض نستغلها اكتر من كده الحقيقه دكتوره فيما يتعلق بحاله الطقس وكيفيه تسويق طقس مصر الجيد.
هو مناخ مصر في العموم هو مناخ جيد جدا بالفعل، يمكن حتى تأثير التغيرات المناخية احنا بنتكلم فيها أثرت بشكل كبير على عمق الظواهر الجوية في الفصول اللي بيحصل فيها حالات عدم استقرار، أو ممكن يحصل ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة. خلينا نقول إن احنا خلال هذا العام الصيف في 2022 سجلنا درجات حرارة أقل من درجات الحرارة اللي سجلتها بعض الدول الأوروبية، فيمكن كمان التغيرات المناخية ليها فايدة على جمهورية مصر العربية. المناخ بقى في جمهورية مصر العربية أحسن من بعض الدول الأوروبية فصل. تمام. اخيرا دكتوره منار، يعني كان في البعض كاتب كده على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ان كان في زلزال في الساعات المبكره من صباح اليوم، ايه الحدوته دي؟ هو طبعا بالفعل كلنا شعرنا بالزلزال تقريبا الساعه في الليل في منتصف الليل، لكن طبعا ده كله بيبقى يعني مالهوش دعوه بالحاله الجويه او مرتبط تماما بالتوزيعات الضغطيه او حاله الجو، ده كله بيبقى علاقه بالحاجات الفلكيه اكثر و التغيرات اللي بتبقى موجوده في باطن الارض. ما هو الواحد بقى ما بقاش ملاحق من هنا ولا من هنا، تسمعي عن فيضان وتسمعي عن بركان وحريقه غابات وجفاف انهار وزلازل، يعني ربنا يسلم على الكوكب. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا دكتوره منار غانم من الهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.